سيد أحمد، أهلا بك معنا. لو تحدثنا أولا عن هذا الوجود لسابك اليوم بموسكو، إلى أي مدى يمكن أن يعزز الشراكات بين سابك وأيضا الجانب الروسي؟ سابك تبحث عن الفرص الاستثمارية في السوق الروسي، وكما تعلمون جمهورية روسيا غنية بالغاز الطبيعي، وهذا يشجع المستثمر في قطاع البتروكيماويات للاستثمار في المكان بشرط تواجد أسعار تنافسية جيدة وعقود طويلة الأجل. يعني هل هناك أي استثمارات حالية لسابك بروسيا أستاذ أحمد؟ في الوقت الحالي لا يوجد، ولكن الشركة تبحث عن فرص استثمارية مع الجانب الروسي. كان في حديث عن عملية تخفيض الضريبة الجمركية على بعض المنتجات الخاصة بسابك ووصولها إلى معدلات الصفر، كم تبلغ حاليا هذه الضريبة على المنتجات، وهل يمكن فعلا أن نصل إلى ضريبة صفر لمنتجاتكم؟ طبعا عرض الجانب السعودي ممثلا بشركة سابك مدى إمكانية تخفيض النسبة الضريبية على صادرات الشركة في الأسواق الروسية، ونأمل إن شاء الله أن النتائج تكون إيجابية. والهدف كل ما انخفضت نسبة الضرائب كل ما زادت المبيعات وحققت الشركة مكانها أفضل داخل السوق الروسية. كيف كان الرد؟ يعني إلى أي مدى كان في تجاوب من الجانب الروسي؟ وعدنا وزير الطاقة بدراسة الموضوع، ونأمل أن إن شاء الله تكون في نتائج إيجابية للشيء هذا بإذن الله. بعيدا عن موسكو، اليوم سابك تتجه إلى الاستثمار بالصين خلال الفترة القادمة، كيف هي مفاوضاتكم مع الجانب الصيني وما هي الشراكات التي تمت حتى الآن؟ في موضوع الاستثمار خارج المملكة وفي شرق آسيا أو في دول أخرى، تواجد سابك بالصين تواجد كبير، ولنا شراكة مع شركة ساينوبيك تمت قبل تقريبا 3 أعوام، ونبحث كذلك إلى وجود فرص استثمارية أخرى لتعزز تواجد سابك في الصين إن شاء الله. مع تراجع أسعار النفط أستاذ أحمد، إلى أي مدى هناك تخفيض للنفقات لسابك؟ يعني كيف هي الاستراتيجية المتبعة الآن بإدارة استثمارات سابك محليا وحتى خارجيا؟ هو لا شك انخفاض الأسعار البترول له تأثير على نفقات جميع الشركات، ولا يخص ذلك شركة سابك فقط، لكن سابك سوف تكون أكثر اختيارية في موضوع التوسع، وهذا من ضمن خطط سابك الاستراتيجية للتوسع في جميع المناطق اللي موجود فيها أسواق مشجعة، موجود فيها تقنيات مشجعة، وكذلك العامل الأهم توفر مادة اللقيم الغاز الطبيعي اللي يساعد طبعا على إنتاج صناعة البتروكيماويات. يعني لن يكون هناك أي تخفيض للنفقات حاليا؟ أنا لم أذكر لن يكون هنالك تخفيض، لكن سنكون أكثر اختيارية في موضوع اختيار المشروع المناسب للشركة، لكن النمو نمو الشركة حيكون متواجد وحيستمر بإذن الله.